عليكم ورحمة الله وبركاته. المحطة الأولى في غادية الزر 17/4 يوم السبت. انخفاض منسوب النهر وكثرة الأوساخ في المحطة لا يمكن انشق الخمس محركات سوا، هكذا بحسب ابنة عطالة قدام كثرة الأوساخ. طبعا المنسوب النهر نازل هي مو شوي، يعني النهر كله يعني على الحوض تقريبا متر متر ونص، متر متر ونص ما انشغل اكثر من ثلاث، لازم بعد انشغل خمسة. وهذا الوصخ ما قام نلحق عليه، طماسين وكانسات ما قام نلحق، يعني اكثر من ثلاث لازم ما انشغل.